نروح للصوره اكتر مع ناقدنا الرياضي الاستاذ محمد مراد الناقد الصحفي بجريده اليوم السابع. تحياتي ليك يا استاذ محمد. مرحبا بيك كابتن اسامه، كابتن حضرتك بخير. قول لي بقى، شايف خساره ازاي منتخب مصر الاولمبي امام البرازيل بالرغم يعني كان في تحفظ كبير عند الكابتن شاوي غريب رغم الخساره؟ يعني سامع كنت بتتكلم يا كابتن حته الطموح، انت رايح انت خلاص الامر الواقع انت بتلعب البرازيل، فعادي لو رجعت مصر وانت مغلوب بالبرازيل فده امر طبيعي عادي، الناس بتزعل منك، لكن انت ما عندكش حته الطموح، ما عندكش حته ان انت تكسب البرازيل عادي وتكسب الارجنتين عادي وتكسب اسبانيا عادي. خلاص المفاهيم في كره القدم خلاص اتغيرت يا كابتن، كل دول العالم وكل دول افريقيا شفنا كوت ديفوار انت كسبتها هنا في افريقيا وكسبتها في كذا ماتش ودي، شفناها عملت مع البرازيل تعادل معاهم وقدمت مستوى مميز جدا. شفنا منتخب اليابان رغم خروجه النهارده من اسبانيا لا بيحقق نتائج كويسه جدا وفاز على منتخبات كبيره زي منتخب فرنسا. انت حته الطموح يا كابتن، وده اللي فارق محمد صلاح ومني وتريزيجيه عن اي لعيب ثاني في مصر، حته الطموح ان هو طموحه ما بيتوقفش. خلاص هو خد هداف الدوري الانجليزي السنه الجايه عايز يبقى هداف دوري ابطال اوروبا، السنه دي خد دوري الانجليزي السنه الجايه عايز ياخد دوري الانجليزي ودوري ابطال اوروبا. ده الحاجه الوحيده اللي تفرق اللعيبه المستوى عن اي لعيب ثاني يا كابتن، يعني معظم اللعيبه حتى المحترفين اللي بيطلعوا بره بيحترفوا بره بالمعنى البلدي، يروح جاي عامل له قرشين يقول لك حلو قوي زي الفل انا اكتفيت وراجع بلدي خلاص بقى العب في اي نادي واقضي الخمس سنين الباقيين في الدوري المصري. فحته الطموح دي كان سبب كفيل ان انت تخرج من قدام البرازيل على الرغم ان مستوى منتخب البرازيل مش منتخب المرعب فعلا فعلا. يعني المنتخب مش المنتخب المرعب، المنتخب اللي انت تنزل بس تبقى ايه لو طلعت من قصاد 1-0 او 2-0 تبقى مبسوط، لا انت كان عندك فرصه تكسب وفرصه تهاجم وفرصه زي ما انت قلت خلاص انت 1-0 في الشوط الاولاني، كان ممكن الشوط الثاني تهاجم باكثر من لاعب، تنزل اكثر من لاعب مهاجم خلاص تستغنى عن حته الدفاع بتاعتك، خلاص انت بتلعب في دور الثمانيه ولو كنت صعدت كنت كانت هتخش هتبقى حاجه انجاز للكره المصريه ان انت توصل للمربع الذهبي في اولمبياد، في اولمبياد طوكيو ما حققتهاش قبل كده، لكن زي ما قلت لك هذه العقليه المصريه العقليه يعني الحقيقه وسمعتها وانت بتتكلم عنها منتخب جات، دي العقليه اللي موجوده في الحياه دلوقتي منتخب جات اللي بحبيه الحقيقه على المستوى اللي بيقدموه لعيبه رجاله ولاعيبه متطوره لعيبه معلش. شفت ازاي الانجاز النهارده بتاع كره اليد النهارده وانت بتتفرج على منتخب مصر هو بيلعب منتخب المانيا، والمانيا برضه وما ادراك ما المانيا طبعا من الاسماء الكبيره في كره اليد، والنهارده الكفه بالعكس، ده احنا كفه مصر النهارده يعني عندك السيطره وعندك الغلبه وعندك القوه وعندك الشخصيه وعندك الاداء وعندك فرض اسلوبك من اول دقيقه لاخر دقيقه. بص يا كابتن، هو اللي بيعمله المنتخب اليد ده يعني ده يعني نتاج لكفاح وحاجه وخطه موضوعه لاتحاد اليد من 5-6 سنين، مش زي عندنا في كره القدم يا كابتن، واكيد طبعا انت ادرى مني وكنت موجود في الاتحاد المصري مع المنتخبات. النجاح ده يا كابتن مش نجاح بوريك صدفه، انت مثلا تحقق تاخد برونزيه كاس العالم وتقعد 20 سنه على الانجاز ده لغايه دلوقتي من 2001 لغايه دلوقتي تقعد تتكلم عنه، لا الحقيقه شفنا منتخب اليد وخد كاس العالم وبعدها منتخب الشباب خد اعتقد زي بعد كده منتخب في كاس العالم هنا في مصر، الحقيقه كان يعني كان ثواني وكان يبقى موجود كان يحقق انجاز في كاس العالم لكره اليد. فده الحقيقه انا لو مسؤول مصري يعني اخلي اتحاد اليد يبقى مسؤول عن اتحاد كره القدم مصر. يا ريت والله، يا ريت، ما احنا خلي بالك كرة اليد كلنا دلوقتي بنتابع كرة اليد وبدأ يبقى ليها شعبية كبيرة جدا في مصر وفي الوطن العربي كمان. وده الحقيقة يعني الحقيقة يعني الناس شغالة يعني زي ما بقول لك يا كابتن ان انت عندك الانجازات في كرة القدم بتتحقق على كل 20 سنة مثلا بتحقق بطولات بتحقق انجاز مثلا. ده انجاز بيبقى وليد الصدفة او انجاز وليد ان انت عندك جيل مثلا مميز في السن ده فبالتالي تعمل انجاز. شكرا منتخبات 2006 و2008 و2010 خد بطولات امم افريقيا مش عشان انت عملت خطه جهنميه كاتحاد كوره او عطيت خطه، لا عشان كنت عندك لعيبه تمتلك لعيبه، كان عندك لعيبه كواليتي لعيبه مميز ساعتها، عندك في كل مركز 4 أو 5 أو 6 نجوم تقال جدا مش خطه موجوده. لا يعني انت طبعا ماشي هنا عشوائي، انت ادرى منك كابتن طبعا في اتحاد الكوره كانت الدنيا كانت ماشيه ازاي، الدنيا ماشيه عشوائيه وماشيه ما فيش نظام. فاتمنى ان الفتره الجايه كابتن اتحاد الكوره يحط خطه لتطوير الكوره ان شاء الله، يستعين ان شاء الله يستعين بمدير فني
استاذ محمد، عايز برضو اسالك عن موضوع عبد الرحمن مجدي، يعني الامور وصلت لفين؟ في شفنا بيان امبارح من اتحاد الكوره، بيان من اللاعب، الامور وصلت لفين؟ بص يا كابتن، هو المشكله لغايه دلوقتي الموضوع طبعا الناس كلموا ليه اتحاد الكوره اعلن دلوقتي، اتحاد الكوره اعلن لسببين. اول سبب طبعا عشان زي ما احنا عارفين ان الناس عن الخروج من اولمبياد طوكيو، وان الناس تلاقي حاجه ثانيه تتكلم فيها غير الخروج من اولمبياد طوكيو، وان اتحاد الكوره طبعا كان عالم ما بيعملش الدور المالوف فيه في تطوير المنتخبات، وان المنتخب الاولمبي ده ما لعبش الا ماتش ودي قبل السفر لطوكيو. السبب الثاني كابتن من المتوقع ان خلال الساعات الجايه ان اتحاد، ده الكلام ده طالع من اتحاد الكوره، ان ممكن يوصل خطاب او عقوبات من اللجنه الاولمبيه الدوليه بمنع دخول اللاعب لطوكيو لفتره معينه مع توقيع غرام ماليه عليه، فبالتالي اتحاد الكوره اضطر ان هو يعلن. اظن الموضوع كابتن كبر، الموضوع كان كبير فعلا في اليابان. الموضوع وصل لتام الشرطه هناك زي ما بيقولوا، بعد ماتش الارجنتين الموضوع وصل لتام الشرطه، ولما المنتخب تاهل لدور الثمانيه مع مواجهه البرازيل في طوكيو، رجعوا لطوكيو، تم استدعاء احمد مجاهد وعبد الرحمن مجدي وعمار حمدي اللي كان موجود في غرفه الملابس مع الشهير، بس انا عمار ملوش علاقه بالموضوع خالص، لكن تم استدعاء احمد مجاهد رئيس الاتحاد، وكان موجود مع الباشا وقتها، وعبد الرحمن مجدي لاعب اسماعيلي، وتم وعمار حمدي، وراح حاجه هناك زي يعني زي النيابه كده مثلا عندنا، وتم استماع شهادتهم مره ثانيه، يعني هم تم استدعائهم مرتين، مره باسم شرطه هناك في المدينه اللي كانوا موجودين فيها بعد ماتش الارجنتين، وبعد ما راحوا طوكيو تم استدعائهم ثاني، وتم اختيار السفاره المصريه بالامر كله من اول لاخر، وكان موجود حد من السفاره المصريه مع عبد الرحمن مجدي. واحنا بنتمنى ان شاء الله الازمه دي تنتهي سريعا يا استاذ محمد. اخيرا، واحنا ان شاء الله الاولمبياد القادمه هتكون في فرنسا على ما اعتقد 2023، صح كده؟ لا 2024 اسف، عشان 2024 هتكون في فرنسا. احنا عندنا اللي هيمثل مصر في كرة القدم مفروض منتخب 2001 اللي خرج او ما لعبش ببطولة امم افريقيا، كانت مع كابتن ربيع ياسين، مظبوط كده؟ تمام. هل تم تشكيل جهاز لهذا المنتخب والاستعداد من دلوقتي ل 2024 علشان ما نجيش قبل الاولمبياد بفتره قصيره ونبدا نستعد ونبدا، ولا المفروض نبتدي من بدري ويتم اعلان تشكيل المنتخب ده ويبدا يلعب ماتشات علشان في يوم من الايام هيكون المنتخب ده هو النواه الرئيسيه لمنتخب مصر الاول؟ المفروض يا كابتن ان انت كان عندك منتخب دلوقتي كان فيه لعيبه من افضل اللعيبه في مصر الفتره. طبعا كابتن ربيع ياسين اشتغل وعمل منتخب رائع. لا يعني حتى لا بتكلم على منتخب كابتن شو غريب. انت المنتخب كان عندك لعيبه ولاعيبه مميزه ومجهزتهمش اصلا للاولمبياد. يعني لعبوا ماتشين اعتقد، وهنا يعني ماتشين او ثلاثه بعد من 2019 لغايه يعني بعد ما انتهى بطوله افريقيا لغايه دلوقتي. لعبوا حوالي ثلاث ماتشات بس بسبب كورونا، وبسبب ان اتحاد الكوره كان عايز يستثمر في جهاز الدوري اهم من استعدادات المنتخب الاولمبي للاولمبياد. المنتخب اصلا يا كابتن ما جهزش المنتخب في 2022، هيجهز المنتخب في 2024 اصلا لغايه دلوقتي ازاي؟ على رايك والله. انا بقول لك كابتن، يعني عندنا كابتن الدنيا ماشيه الحقيقه للاسف خطوه بخطوه، يعني اتمنى ان احنا نمشي او يعني ننتهج نهج كره اليد. استاذ محمد مراد الناقد الرياضي بصحيفه اليوم السابع، بشكرك شكرا جزيلا. زي ما احنا شفنا الصوره واضحه، علشان يكون في نجاح لازم يكون في تخطيط، وعايز دايما اضرب مثل ان سقف طموح اللعيبه لازم يزيد النهارده علشان تلعب وتتساوى مع الفرق العالميه.